وابو الكاس المشجع الكويتي المشجع الاردني الكبير الذي قدمه لنا ايضا الكيالي هنا في قنوات الكاس بشكل رائع. اذا رحم الله محقق كاس اسيا الاخيره بعد الخساره في النهائي امام منتخب قطر وابهروا اسيا كل اسيا. هقول لحضراتكم على تشكيل النشامه مع النعيمات وعلي علوان، كل التوفيق ان شاء الله للنشامه. ادي التعمري فرصه هدف اول ولكن على طول بين في المسجد ايضا وامام للمصلين وصوته في القران وقراءه القران عظمه 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 عظمه. انطلاقه من جديد اوهو هدف اول يضيع للنشامه. بدايه مع الكويت في الكويت، انطلاقه اماميه موسى التعمري الجناح والقائد والكابتن والنجم والحريف يعدي ويمر ولكن الى ضربه ركنيه يعني تطلع لصالح منتخب الاردن. تلعبت على طول انطلاقه والسرعه ونشوف يزن العرب المدافع ادي التعمري فعلا في الزاويه القريبه تصطدم في الحائط، تروح على طول الى محمود المرضي حافظ على كورته كويس الضغط عليه استانيه من مدينه سيالكوت، نتكلم في الموضوع ده بعدين. ادي انطلاقه المنتخب الاردني بيحاول لكن يسرع شويه تاني من جديد تروح ادي الشيب امامي ايرلي كروس معمول وتصويبه ولكن تصطدم علي حسونة الشيخ فريق عامر شفيع وخالد سعد والشاطر حسن عبد الفتاح عديد اللاعبين والنجوم. تاني من جديد لاعب لكن قفل عليه محمد صدام 19 سنة وادي على طول اختراق من العمق الى موسى تعمري هدف اول يا موسى عظيم يا موسى. نعم مدفع الافطار اضرب وضرب ضرب المدفع وفرحة سمو ولي العهد الامير حسين بن عبد الله بين الجماهير يتقدم الجماهير يؤازر يشجع يساند وجوده فخر وعز للفريق مفيش كلام. وموسى التعمري لم يتاخر مع ضرب مدفع على هدف مركة موسى التعمري عدى ومر وفات. نعم ثقة النشامة في نفسهم سواء غاب لاعب او اثنين حضرة وبشكل ممتاز. علوان قفلوا عليه بقوا اثنين على واحد هدف عظمة على والله الاثنين كانوا حلوين يا ولد يا مرضي دائما مرضي حط في نص الملعب يعني فرق كبير جدا ادي الهجوم المعاكس اثنين وسط اربعة نشوف المهارة بسهولة قوي استخلاص راحت ضاعت اصبحت وحتى الان النتيجة 1-0 للاردن. ادي هجوم معاكس اوفسايد ولا ايه والله مشيت عملوها حلوة قوي عملوها حلوة اتعملت بشكل جميل وادي الكرة العرضية لكن كان تعب فالدق هو كأنه هو الجناح وعلوان في هذه المنطقة شاطر هو بيعرف يتصرف كويس ولد هتخد كعب رجل يعني بق عليها الباكستان بلد اللي فيها 98% منها مسلمين 98% من الباكستان مسلمين. 3-0 مباراة الذهاب بين الفريقين الوحدات شيء جميل وكبير وعظيم لكن أنا أتحدث عن قيمة الوطن. وادي الكرة العرضية النشاب أوفسايد ولا إيه حكم يقول العب تعود من جديد هجوم معاكس فرق السرعة 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 حارس المرمى بعيد قوي لكن في الوقت المناسب برافو لأن شوية عايز يشوف الموقف هيكون إيه عشان ما تتعملش من فوقه. وادي الهدف الثاني ضربة جزاء ضربة وغريبة يا كورة أحوالك شمالك راح على يمينك ويمينك راح على شمالك في اللعبة الأخيرة كانت هجمة باكستان تفوق يزيد أبو ليلى تحولت إلى هجمة معاكسة يزن النعيمات وضربة جزاء بقرار من حكم اللقاء. وادي يزن النعيمات يسجل الثاني للمنتخب للأردن 2-0 حطها بقوة الحارس راح معاها لكن حطها بقوة والحارس تخط بين الخطوط الروابدة مع 2-0 على نيبال
والأردن أمامكم 2-0 على باكستان. العرضية 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 العرضية، ولكن الدفاع الباكستاني أدي التواصل على طول. موسى التعمري، يا سلام عليك ولد، يا سلام عليك ولد، تاني بين الخطوط يعدي ويفوت، مين اللي هيشوط؟ ولكن إنقاذ. أساس دايما في كل حاجة، دفاعيا أو هجوميا بتنظيم. يا ولد يا ولد يا يزن، يا ولد يا يزن، ده بيعذب الولد، لا ده بيعذبه، لا ده بيعذبه، ده مش عايز يعدي ويمر، لا ده بيعذبه. الخامس على الحلقة. منتخب الأردن تصنيف 70 على العالم. فرصة تاني ضربة جزاء ولا ايه؟ فرصة تاني ضربة جزاء ولا ايه؟ لكن لا، يقول ما فيش حاجة لموسى التعمري. شابات وشابات يشجعنا طبعا فريقهن بالروح بالدم، ما فيش كلام. يقول ليزن وراح يعمل له اوفرلاب ما ادالوش، لكن ضغط النشامة ضغطين كويس الحقيقة. ادي احسان، يا ولد يا ولد، الى علوان، وحش يا علوان، الى براء مرعي. يزن براء هنا ناحية اليمين، وإحسان هو اللي بيزيد، وادي الباص الأمامي، ولكن الحارس، الحارس بخبرته وفي فاول. ادي يزن النعيمات توقيته كويس، قطعت راحت، فرصة المنتخب الباكستاني، ولكن على طول تروح برضه، لسه الفرصة مستمرة، فرصة مستمرة، ولكن ضغطه تصويبه. الله 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 الله، لعبة هي الأخطر لصالح المنتخب الباكستاني. نعم، لعبة هي الأخطر. عبد الإرشاد، الروابدة، الروابدة، باصل يقف يأجل. يا ولد يا ولد يا ولد، إبراهيم سعادة تاني، إبراهيم سعادة. احتاج إلى رأس مال، احتاج إلى مال. كرة القدم لعبة جميلة عظيمة، وادي الفنت الجميل يا ولد المرضي، ولكن إلى رفية. إذن صفرت نهاية أحداث الشوط الأول، وتقدم النشامة بهدفين مقابل لا شيء، هدف للنجم الكبير، وتصدر المنتخب العراقي وتأهله ضمانه إلى إحسان الحداد في الجبهة اليمين، ثم تواصل مجموعة خط الوسط، وفاول، فاول ضربة حرة لصالح المنتخب الأردني من مكان ممتاز الحقيقة في هذا التوقيت وفي هذا المكان. وإنذار للاعب رقم 21، ودي نيفون أوروبيش حكم اللقاء بيطلع الإنذار لغازي ضد السعودية وطاجكستان، مباراتين متبقيتين. ضربة حرة وحائط صد من 4 لاعبين، طفل صغير دخل الملعب وما بنأيدش الحاجات دي ابدا ابدا. هذه الضربة الحرة، موسى التعمري، ولكن على طول يسيبها، نزل مكان فريد الله للإصابة، وادي الركنية تعملت على طول على الأيمن القريب، لكن يطلع الدفاع الباكستاني. فارق كبير الحقيقة في الإمكانيات، واضح جدا جدا، هم منظمين في الكرات الثابتة أو الكرات الواضحة، لما الكرة تبقى متحركة التنظيم بيحصل فيه خلل كبير، وهنا يمكن استخدامه. ودي الضغط الجميل الثالث، ولكن ولكن المنتخب الأردني على طول يستخلص، ثم الباص الأمامي، فرق السرعة، موسى التعمري، موسى التعمري الثالث يا موسى، ولكن ولكن اللعب براء نص ملعب، الاستلام بدوران، شوف 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 في 3 تمريرات وصلوا فين، بص الكلام المحترم، يا ولد العيب يا ولد العيب، ولكن قفلوها قفلوها في النهاية من رقم 3، وما بيسيبش حد، بيراقب كويس ويضغط كويس ويستخلص كويس. ادي الضربة الركنية اتعملت، يطلع الدفاع باكستان على مرتين. يزن النعيمات، يزن يا ولد، يا عيني يا عيني يا عيني، يا سعد سعد يحيى سعد، سعد الروزان، لاعب فريق الحسين ولاعب النشامة بخلفية جميلة الحقيقة، وظهره للمرمى وإحساس جميل بالمكان، بيشارك. بص الكلام، بص الكلام، إحساسه بالمكان كويس، تصرف كويس، ده كلام محترم، ده كلام محترم من يزن. راحت على طول لسعد، عليها يأجل، عمل محطة كويسة، عمل ديلي وكان ذكي جدا. أدي الباص الأمامي، فرصة الرابع، سجل يا رجل، سجل يا رجل، يضيع الهدف الرابع من النشامة. أدي يزن النعيمات متوهج ما شاء الله، يعدي ويمر ويفوت، يا ترى هيشوط ولا بالعرض؟ نعم بالعرض، وحارس المرمى على طول يمسك. المرضي دخل في العمق، اشتغل بعرض الملعب. الحاجات دي في حاجات تلوم فيها مدرب وحاجات ملوش دعوة المدرب، فرق إمكانيات. يا ولد يا ولد يا ولد، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، لو كملت على علوان كانت لعب. يعني رقم 10 ده نزل مكان فريد الله، أنا كان نزل مكان فريد الله، وهو اللي بيخرج وينزل مكانه شياك دوست. يعني
لك ان كل اللاعبين حالتهم كويسه واللي نزل هو اللي مش طبيعي نسل، لكن طبعا نسل، لكن طبعا المدرب هو اللي شايف. وادي الباص الامامي، السرعه السرعه السرعه، الرابع الرابع يا ولا، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، مش ممكن مش ممكن مش معقول مش ممكن مش معقول. واحدة كونغ فو وإنقاذ من على خط المرمى، هجمة للنشامة عظيمة، الرابع الرابع، إصرار إصرار إصرار، إنه الإصرار يا سادة. النشامة فريق خارق للعادة. نعم نعم، بص بص إحسان، أدي الكرة العرضية الجميلة، ودي موسى يسجل على طول هدفه الشخصي الثاني والهدف الرابع للنشامة. يبقى معانا موسى التعمري، اتنين كان هيرفع رجله مرضيش وأمن نفسه، بقى فاول عادي. شوف شوف ايوه دي هي دي اللي انا بقول لك، اوه ده موسى اللي لعبها، ده موسى اللي لعبها مش الخلفية المزدوجة، كان هيسجل. وتعادلت معاها في ملعبها كان حسام حسن المدرب. قد اتحضرت بتكتيك جميل، يا سلام عليك، ولا اتحضر لزميل بقى، خلاص انت بقيت هدف ثابت. وقف التحضني ومن الجميع الحقيقه والجماهير ككل. وادي المنتخب الباكستاني بيحاول، يا ولد العيب، احسن لعب احسن لعبه بيعملوها، كان هيسجلوا تاني اهدافهم. ابو حشيش مكان براء مرعي، ازاي تاني على طول تحط في نص الملعب. سعد الروزان، سعد روزان، وادي المرور، عين يا خماسي، خماسي نور الروابط، الروابط يؤكد على قيمته ومكانته كلاعب كبير وعلوان ويزن النعيمات، فرحة فرحة. خمسة وهي النتيجة الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين، 5-0 حصلت من قبل لكأس أمم آسيا ولكأس العالم. ادي المرور تاني، شوف كم مرة شوف كم مرة شوف كم مرة، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، بالستة بالستة، رقم قياسي رقم قياسي تاريخي لمنتخب الأردن أمام منتخب باكستان، فازوا بالخمسة من قبل مرتين، هذه المرة يضرب بالستة. وموسى التصفيات بعد عمل جماعي جميل، فجأة أصبح موسى التعمري قلع طاقية الإخفاء وظهر في موقع رأس الحربة، وعدى ومر وفات وشاط ليتقدم النشامة هدفين على المنتخب الكويتي. المعز علي كمان وكمان، السابع كمان وكمان، هنا النشامة، ولا السابع السابع، البديل البديل الذهبي محمد أبو رزيق، برافو يا محمد، محمد بمهارته بموهبته، لاعب الترجي التونسي، محمد لعب للترجي التونسي، لعب للسلية، عملت بخطة جميلة ورؤية جميلة وسنس جميل وسرعة جميلة، الروابدة عملها له بالمقاس ويدوب يرور ده واحدة، شوف الروابدة. وهو محمود نزل كان مكان إبراهيم سعادة، إبراهيم سعادة صاحب أول أسيست، ودي الكرة العرضية جميلة 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 جميلة، يا ولد يا ولد، محمد أبو رزق طلع ونط لفوق لكن ترجع تاني. موسى التعمري، يا حبيبي يا حبيبي على الإبداع، يا حبيبي على الإبداع والإقناع، هيعملها تاني ولا إيه؟ هيعملها تاني ولا إيه؟ عايز يعدي فعلا محمد، محمد أبو رزيق 11-6، أدي الضربة ركنية، هيلعب محمد، يلعبها على طول على أيمن قريب لكن تعود، وربنا بإذن الله بإذن الله يفك هذه الأزمة التي هي قاسية علينا جميعا. انطلاقة تاني من جديد، موسى التعمري، يا لعيب يا موسى يا لعيب، مبروك 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 للنشامة، يتقدم للمركز الثاني خلف السعودية بسبع نقاط، السعودية 10، الأردن 7، طاجكستان